وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري أكد عدد من نواب مجلس الشيوخ أن مشروع قانون العمل الجديد يعد انتصارا لحقوق المرأة العاملة. كما أكد النواب أن مشروع القانون الجديد يهدف لتحقيق توازن بين العامل وصاحب العمل. أنا اللي أنا دفعت بيه الحقيقة أنه يحصل مساواة ما بين المرأة العاملة والطفل أيضا فيما يتعلق بإجازة الوضع، أنها تكون 4 أشهر. من حق المرأة أنها تقدم على شهر قبل الوضع، ومن حقها تستكمل المدة اللي هي 3 أشهر بعد الوضع. أساسا دوت يتيح أيضا للطفل حقه في الرعاية الكاملة بعد الوضع. كان في تعديلات مهمة جدا يعني المجلس طرحها النهاردة، وأنا تقدمت بالعديد من التعديلات اليوم. معظمها كان ضبط للصياغة، وفيها حاجات كانت انتصار للطفل وحقوق الطفل وحقوق المرأة العاملة. القانون في مجمله طبعا الهدف منه تحقيق يعني التوازن ما بين رب العمل وبين العاملين. قانون العمل قانون متوازن جدا، وبيهدف لتحقيق التوازن بين العامل وبين صاحب العمل، بحيث ان ده يحقق العداله الاجتماعيه ويحقق السلم الاجتماعي، وفي نفس الوقت يحقق الامن الوظيفي للعامل، لان كتير جدا عامل لفتره طويله جدا. الحقيقه ان كمان القانون انتصر للمراه بشكل كبير. من مزايا في القانون ده ان هو الحقيقة منح بعض الحقوق للعاملين بصورة أفضل من القانون السابق. يعني مثلا هو كان في بعض الاستثناءات للعاملين لذويهم لغاها، بعض الاستثناءات المتعلقة بالعاملين العمالة الزراعية لغاها. فده بيضمن ان القانون يضم الكثير من الفئات اللي كانت بره، يضمها لمظلة حمايته وللمزايا اللي بيمنحها. الجلسة النهاردة كانت استئناف لمناقشات مواد قانون العمل، قانون ضخم وسري، فطبعا هناخد فيه عدة جلسات. النهاردة كان يمكن الدور على المواد المتعلقة بمشاركة المرأة العاملة، وطبعا ما يتطلبه ذلك من ظروف خاصة بيها زي الولادة ورعاية الطفل وغيره. في القانون ده احنا خلقنا علاقة متوازنة بين صاحب العمل وبين العامل. فالقانون بيخدم الطرفين وبيشجع الاستثمار في مصر من ناحية خدمة صاحب العمل، وبيشجع العمال ان احنا بنخلق لهم فرص عمل جديدة. في قانون متوازن يشجع صاحب العمل انه يعين عدد اكتر من العمالة.